نعود إلى مساء العربية وهذه الساعة الإخبارية مرة أخرى. تثير الاستعانة في الإعلانات بيوتيوبرز أو المؤثرين تثير الجدل، ومرة جديدة هذه المرة في الأردن. كثيرون اعترضوا على ظهور نجمي تيك توك في الأردن، محمد المقابلة وزوجته التونسية ضحى في برنامج مسابقات جرى تصويره في متحف الدبابات الملكي. حالة الجدل أثيرت بعدما اعتبر رواد منصات التواصل الاجتماعي أن البرنامج أساء للقيمة الرمزية للدبابات، واعترضوا على تحويل المتحف إلى لوكيشن تصوير لنجوم تيك توك. بعد هذه الموجة ردت إدارة متحف الدبابات الملكي قائلة إن الانتقادات بها معلومات غير صحيحة، كما أن البرنامج يستهدف فئة الشباب لزيارة المتحف والتعرف على تاريخ وبطولات الجيش الأردني. والله ما بستغنى عنكم، ما بستغنى عنهم، ما أبيع فريقي. أوف صراحة ضحى أقنعتيني، وعشان هيك أنا المسامع كريم اليوم راح أخليكي مع فريقك. شوفي سؤال ضحى، شو يعني كلمة سبطانة؟ 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 انت لا ما بعرف، انا غمسية دبابة. إلى